رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الاستمرار في إجراءات مواجهة كورونا. وزيرة التخطيط تكشف عن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية سيناء. افتتاح المرحلة الثانية من المنطقة اللوجستية بطنطا باستثمارات تتخطى 6 مليارات جنيه. الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو ب 37 مليون جنيه. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك عدم التراخي في الالتزام بها للحفاظ على ما تحقق من معدلات منخفضة خلال الفترة الماضية. وخلال اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا، شدد مدبولي على أن تلك الإجراءات من شأنها تحجيم الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع اقتراب بدء موسم الدراسة بالمدارس والجامعات. كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء بلغت قيمتها أكثر من 8 مليارات جنيه، وذلك خلال العام المالي الحالي مقابل أكثر من 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد تصدر قطاع الخدمات النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية والموجهة لشمال سيناء، يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، ثم قطاع الكهرباء وقطاعي الأنشطة العقارية والمياه. افتتح محافظ الغربية ووزراء الشباب والرياضة والهجرة والتموين والتنمية المحلية المرحلة الثانية من المنطقة اللوجستية بمدينة طنطا على مساحة تبلغ 83 فدانا وباستثمارات تتخطى 6 مليارات جنيه مصري، التي تعتبر واحدة من ثمار مؤتمر مصر تستطيع للتنمية والاستثمار. الوزراء افتتحوا كذلك نادي ماتريكس الرياضي في مدينة طنطا على مساحة تبلغ نحو 15 فدان، يضم صالات مختلفة للألعاب الرياضية وأحدث التجهيزات الرياضية. أعلن نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، أعلن الموافقة على تمويل جديد لمشروع البتلو ب 37.5 مليون جنيه. الصياد أوضح أن المشروع يستفيد منه قرابة 193 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 1921 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو. الصياد أضاف أيضا أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن بلغ 1,688,000,000 جنيه لعدد 10,059 مستفيد، ولتمويل 118,125 رأس ماشية. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.